ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم عارفين انا الفتره دي بجهز لان انا اسافر مصر عشان ازور اهلي، وحاليا انا في مكان اسمه دون كيوتي. المكان ده حلو جدا، فيه منتجات مفيده وعمليه وتبقى فكره حلوه جدا كهديه. فيلا بينا نشوف ايه اللي ممكن نلاقيه في دون كيوتي. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا رمز الجرس عشان نكون عيله كبيره، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول قسم اللي بنلاقيه هو قسم المكياجات والحاجات الخاصه بالتجميل للبنات. فانا بحب اشوف حاجات هنا بيبقى اوقات حاجات عليها تخفيضات وبتبقى براندات كويسه، يعني مثلا زي ميبلين، زي بعض البراندز اليابانيه. فدي من الحاجات المفيده جدا اللي ممكن نلاقيها في دون كيوتي. اهم الحاجات اللي موجوده في دون كيهوتي وسعرها رخيص جدا هي المنتجات بتاعه العنايه بالبشره. في منتجات كثيره، يعني مثلا ده بيكون حجمه في الصيدليه العاديه سعره حوالي 700 ين، اي 7 دولار. حاليا ده ب 600 ين، يعني 6 دولار، فارخص من الصيدليه. من الحاجات المفيدة واللي موجودة في اليابان بس بشكل هو غير في اليابان هي الكيتكات اللي فيها نكهات مختلفة، يعني مثلا دي بالفراولة، ديت بالماتشا، بيبقى فيها حوالي الكيس فيه حوالي 12 قطعة، طعمه مميز جدا، وواحدة بالقمح الكامل. فحاجات مميزة جدا موجودة في دون كيهوتي بسعر كويس، يعني الكيس من دول فيهم 12 قطعة بحوالي 3 دولار، فالسعر مميز. في منتجات للملابس وشنط وحاجات زي كده بيكون برضه سعرها اقل شويه من سعر الحاجات اللي موجودة البراندات اليابانية العادية. فبرضه ممكن تجيب هدايا عليها رسمات يابانية كمثلا تي شيرت او طاقية او حاجة زي كده، ويكون سعرها كويس جدا. في تي شيرتات حلوة قوي هنا، يعني مثلا لقيت لو حلوة جدا. في حاجات حلوه هنا برضو، شرابات شكلها بطابع ياباني، حاجات زي كده. فدي برضو تبقى هديه، فكره هديه تذكاريه حلوه جدا، بس هي ارخص شويه في دايسو. يعني مثلا ده البير الواحد بحوالي 4 دولار، ففي دايسو ممكن تلاقيها بدولار واحد، فالفرق رهيب طبعا. الحاجات الغريبة اللي ممكن اقولها لكم ان انتوا تجيبوا سكينة من اليابان. ده السكاكين اليابانية تعتبر من اكثر السكاكين، يعني حادة جدا وقوية وتعيش فترة طويلة، فبرضه ممكن تبقى فكرة كويس. حد من صحابكم بيحب صبغات الشعر، فصبغات الشعر اليابانية رائعة جدا، ومش بيبوظ الشعر ولا بتكسره، فانصحكم برضه تجربوا الفكرة دي.
وكده فيديو النهاردة خلص، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيه. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.